وحينما يذكر أبو الفضل القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي، لا بد من أن يشار إلى عالم آخر كبير لكنه متقدم عليه في التاريخ، هو الفضيل بن عياض، وهو غير أبي الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي. فالقاضي عياض غير الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض شيخ مكة، ولد في سمرقند وأصله من الكوفة، وتدرج به الانتقال حتى جاء مكة وأقام فيها، وكان من كبار علمائها وصلحائها. وقد توفي الفضيل بن عياض عام 87 بعد 100 في قبيل أواخر القرن الثاني، فبينهما فرق في الزمن وفي المكان، فهما متغيران ولكنهما يلتقيان على مائدة العلم والنبوغ فيه وخدمة الإسلام وأهله.